اخبار اليوم. مطالبنا بإقالة يحيى الليث عشان هو اول بلطجية جوه في نقابة الصحفيين وخدم على الشعب وقال ان الداخلية دخلت واحتجم واحتلت الثقافة. احنا كنا موجودين، احنا اول حاجة عايزين مصر تبقى كويسة، والاعتصام ده النهارده شهداء ماتوا، الراجل ماتوا شهداء في الوان، ايه ذنبهم ان هم يموتوا؟ واقفين عشان خاطر إقالة يحيى الليث. ليه يا حبيبي؟ عشان خاطر يدور الحقايق ويقول علينا ان احنا بلطجية، احنا شعب مصري. هو مش بلطجية، الاعلام اللي قال وهو كل ما هو الاعلام ده الاعلام تبع النظام، هو النقيب بتاعهم، مش النقيب بتاعهم هو المسؤول، وهو قال في التلفزيون السعودي لازم عشان يفهم يطلع يشتغل في الماء. طب ابيع الزر؟ ايه؟ ابيع الزر؟ لا مش ابيع الزر.